بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وحن قد قلنا إن شاء الله تعالى درس تضبات كم من الدروس الرمضانية، وحن درس كان أقول لدونا إن شاء الله تعالى فضائش رمضان كوحكم ذا بيش رمضان صون كذا فضائش كسو أرورت آدي آد بيؤبادنتها ولا ليال. وحا فضائشة سكمي ده هدي أن صوكوبنو صيام رمضان سبب لمغفرة الذنوب. بشهر رمضان صون كذا وحي سبب تهي قفك مؤمن كأنو دم داف كهرو، إن إلهي سبحانه وتعالى وود دم دافو أي سبب أنه قنيسا. أرنت أسينا وحا تسينا يأدي الله فرمضان، وحا أدي الله سكمي ده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قفك رمضان صومه إيمانا واحتسابا أصومه رمين أرميسنيها بوجوب رمضان إيه احتساب أجر وحساب سنة أو قفك أصومه غفر له ما تقدم من ذنبه وحال الله فيا وحي هر مري أو ذنبه جيسا كمذا. حديث كلا النبي صلى الله عليه وسلم وحو لي حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم كجرة رسولك عليه الصلاة والسلام وحو الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. صلاة شنطة جمعها إلى جمعها كلا لغا قارو، رمضان إلى رمضان كلا لغا قارو، مكفرات وأكبر عافية ما بينهن وحا أدحي إذا اجتنب الكبائر غفك هدو كبائر تكفو قادو. لبدا حديث يغير كود بوحيت السنيان صيام رمضان إنو السبب إيهي قفك مؤمن كإن إلهي سبحانه وتعالى أودن بدافو مركسي إلهي إنو أودن بدافو أن كود دان لصون كرمضان. وحاكم إذا فضائش صيام رمضان فضائش إذا وحا كمدا أبال مركا قفك الصوما وإلهي سبحانه وتعالى وأبال مرين أيو وبغير حساب، حساب لآنوي مكوبنا عدد معين مرها إلهي بلقار نغضي سبحانه وتعالى أبال مركيس بل أفرس إلهي سبحانه وتعالى أي أبال مركيس لقار نغضي أعماش كلي صالحة بأه هل كي حسن وطبان لاب إلى تضرب غلو جيرو الله سبحانه وتعالى الله لابيا إلى حيث شاء الله والله يضاعف لمن يشاء إلى حين غفق الدون الله لابا سبحانه وتعالى. لكن صيام رمضان ثوابك إي أجرك لقيه ليو قدر كيس إلهي أمباقرنا يا سبحانه وتعالى. نبي صلى الله عليه وسلم وحيري قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحيري: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. ابن آدم عمل كيسور لن أسقى إسكاله إلا الصوم كمويان معنى أسيقا إسكاله هو إنت الله سينا إنتو هليو ومعروف وقدرنته وليقانا إلا صوم كمويان فإنه لي صوم كأنيقا إسكاله وأنا أجزي به أنيقا أنا كأبال مريني. روايتك الله مسلم ليه وحاكو جرتي إنو النبي ويري صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف. ابن آدم عمل كيسو دان الله والله لا بيا الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم. الله سبحانه وتعالى وحير إلا صوم كمويان فإنه لي وأنا أجزي به صوم كأني إسكاله أنا أدون كي كأبا المرينية يدع شهوته وطعامه من أجلي. أدون كي وحو كتغي شهوتي سي وحي نفتي سجع ليت عنتدي بو كتغي عبيتان كي بو كتغي وشهوته إيا شهوتي سو كتغي شهوته وطعامه شهوتي سي عنتدي سو كتغي من أجلي أنا قدرتي بو كتغي أنا قدرتي وقتغي سيدا درتي الله وحولي سبحانه وتعالى أبال مركيس أنا لقار نغضب لي إلهي سبحانه وتعالى. بشهر رمضان صون كذا فضائشة إلا ذا وحا كم ذا قفك صوما رائحة أفكيس كصوب حيس إلهي أكتي سبحانه وتعالى وحي كعرف بضانتهاي وحي كأدقون بضانتهاي من ريح المسك مسك أدقون كيس ويوكب بضانتها. وعور النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وعن قدرت الله نفت محمد أي قعنتي سكجرت صلى الله عليه وسلم قفك صائم كأخلوف كأفكي سكسو بحيا والرائحة يشير كأفكي سكسو بحيا إلهي أكتي سوا كأدقون يعرف بدنيهاي من ريح المسك مسك كأدقون كي سيعرفتي سا مسك كون آدي أدبو أدقون يه أدبو أعرف بدنيه. تانا وحيت سينيسا فضلك أولي هاي مارة قفك الصوما فضائش الصوم كوحا كاملة قفك الصوما لبفر حضض بوليه
markuu soonkiisa ka afurayo afurkaasi ha noqdo markuu maalinkii uu afurayo gabal ku dhaco waa ku farxaya markay bisha ramadaan gebi ahaan dhammaatana waa ku farxaya laba farxadood buu qofka soomaali leeyahay marka farxad waa markuu afurayo ama habeen walba markuu afurayo ha ahaato ama bisha markuu dhammeeyo gabagabeeyey soonkeeda ha ahaatee farxadda labaadna waa markuu ilaahay la kulmayo subxaanahu watacaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam lisaa'imi farxataani yafraxuhuma qofka sooman wuxuu leeyahay laba farxadood uu ku farxayo idaa aftara fariixa bifitrih hadduu afuro wuxuu ku farxaa afurkiisa وإذا لقي ربه فرح بصومه هذو ربك لكم سبحانه وتعالى وهو كفر حيا صوم كيس كفر حيا مركو ربي لكم وأبا المرك إلهي أو هلا سبحانه وتعالى ربي أو تلقل نعموين كي يبرواقوين كي الله أو تلقل مركو لكم أو أركو ربي الرالي سبحانه وتعالى أو لكم وهو كفر حيا صوم كي أو صومي أيو آدي أو فر حيا وتاسنا وفضيلة وين oo ku sugan fi siyaami ramadaan siyaamu ramadaan ama siyaamka fadligiisa waxaa ka mid ah waa junnah wa wiqaaya waa gaashaan wuxuu gaashaan kaaga yahay soonka cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wasiyaamu junnah soonku waa gaashaan junna min cadaabi illah cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu junna iyo gaashaan kaaga noqonayaa siyaamu ramadaan fadaaishiisa waxaa ka mid ah soonku wuxuu u shafeecayaa saaxiibkiisa maalinta qiyaamo soonku wuxuu u ergeynayaa oo u shafeecayaa maalinta qiyaamo qofkii sooma nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi asiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama soonka iyo qur'aanku addoonka ayay u ergeynayaan maalinta qiyaamo yaquulu siyaamu soomku wuxuu leeyahay أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار إلهي وحان أدي عنتدي إيا شهوات كيبان مالين كي أدي دي فشفعني فيه الله إيجا إرقى أقبل أو إرقى دعان أو إرقين يونين كان صوم جري إله إيجا أقبل بصوم كي ليه ويقول القرآن وقرآن كن وحو ليه منعته النوم بالليل هبين كيبان هردد أدي دي هبين كيبوي أخريا صلاة الليل كو يقول كذا فشفعني فيه إله إرقى أقبل أو إرقدان وإرقيني الله أقبل بوس إليه قرآن كنا قال فيشفعاني نبي صلى الله عليه وسلم وحيري فيشفعاني والله شفع أقبل إياه والله شفع إياه مرك صانكي يا قرآن كي شفع عدوذي إرقدوذي إلهي وكا أقبل إياه سبحانه وتعالى وفضل آدي أدوين صانكا كما لنت قيامه أيو كو إرقيني يا عند الله تبارك وتعالى وحكم إذا فضائش الصانك ولا ليا ضدك صائمين تأه jannada waxay ku leeyihiin albaab u gaar ah albaabkaasna ayaga kaliya ayaa ka galay cid kale oo ka galeysa madaxa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiraahday wa man kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan hadithku waa dheeraa laakiin shaahidku waa inta qaybtaas way qofka ka tirsan ahlu siyamki iyo dadkii soo mi jiray waxaa looga yeerayaa min babi rayyan albaabka la yiraahdo babu rayyan ayaa looga yeerayaa sidaas uu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wa sallam sidaasoo kale fadaaisha soomka walaalayaal waxaa ka mid ah qofka sooman hadduu soomo maalin oo fii sabiilillaahi caza wajalla uu ku soomo waddada ilaahay isagoo ku taagan jihaadkii fii sabiilillaahi caza wajalla ku jira haddii uu qofku soomo oo sidaasi maaragtay soomka ugu dulqaato ugu sabro ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu wejigiisa ka dheeraynayaa naarta iyo cadaabka wejigiisa ka dheeraynayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man saama yowman fii sabiilillaah baacada allahu bidalika alyowmi xara jahannam qofkii maalin ku soomo waddada ilaahay asigoo ku sugan ilaahay subxaana wa tacaala maalinkaasi uu soomo darteed buu wuxuu uga dheeraynayaa xara jahannama jahannama xarkeeda iyo kuleelkeeda can wajhihi wejigiisa alloo ka dheeraynayaa sabciina khariifa toddobaatan sano toddobaatan sano ayaa allah subxaana wa tacaala wejigiisa wuxuu ka dheeraynayaa qofkaasi soomay asoo haddana ku jira aljihaad fii sabiilillaah naarta jahannam uu alla ka dheeraynayaa marka siyaamku aad iyo aad buu u fadaa'il badan yahay gaar ahaan siyaamu ramadaan insha allahu tacaala fadaa'isha iyo khayrka iyo wanaagga bisha ramadaan iyo soonkeeda ku sugan ha lagu dadaalo ha la iska ilaaliyo walaalayaal in soonkii laga tago yaan la afurin waa dembi weyn adigoo awoodi kara inaad soonto
أهل الأعذار كي لصور شيئين أن كم إذا هين إن إسكا أفرط بيش رمضان أضوح عنته أضوح عبته أذيقه مكلفة ودن بآذي آذ خطر وأرن آذي آذ هالي سوء إلهي سبحانه وتعالى أن كبغنو خير كي وناق إيا بركات كبش أن كفى إذي سنو وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله على نبينا محمد.